هذا هو الجرار لومبارد، يعني اذا عنده واحد المنفعه كبيره على الفلاح كما كتشاهدوا خوتي، ولو اننا حنا باقيين الرومورك ما صوبناش، يعني الانسان يلاه بادي كل التجارب ديالو هي الحمد لله تجارب ناجحه. معنا الاخ سعيد والاخ عبد الملك تشاهدون، كل واحد خدام. وهذا هو الجرار، هذا هو الجرار، يعني واخا كتشوف تحجر تقول راه صغير، ولكن المنفعه ديالو كبيره وكبيره بزاف، وتي يعني تيهنيك من شحال من حاجه وحاجه، الحمد لله على فضله. المهم شويه الافكار، والانسان يبدا شويه شويه، لكل فلاح المبتدئ يبدا بشويه درجه درجه، وما يمشيش لحاجه اللي هي غاليه وتصح في كريدي ولا شي حاجه، يمشي لحاجه رخيصه، ما يمشيش للكريدي، بعد من الكريدي بعد من الربا، يعني الربا راه كتريب، هي الربا كتريب الانسان، باش تولي عندك شاد كريدي وتابعك القرض راه مشكله، بدا باللي في جيبك بشويه بشويه وسير درجه درجه وغتوصل ان شاء الله بحول الله. اعانكم الله، صباحكم مبروك.